سبق لي كم من مرة أخبرت السادة النواب وسيدة النائبات عن وضعية الشبكة الطرقية على الصعيد الوطني 2012، وتكلمنا على الشبكة الطرقية المصنفة، ما تكلموش على العالم القروي، وتحدثنا على أنه الوقت ما كيسمحش، هذا يحتاج إلى وقت. الشبكة المصنفة فيها 61,000 كيلومتر اللي هي معبدة في 2012 42,000 كيلومتر اللي معبدة 47% في حالة سيئة في 2012. اليوم كنوصلوا الحمد لله ل 48، كنوصلوا الآن يعني الآن داك 53% اللي هي في حالة حسنة أو جيدة، اليوم كنوصلوا ل 58%. 58% في 3 سنوات كسبنا في جودة الطرق 5 ديال النقاط. طبيعي الإمكانية المالية يعني بالنسبة للطرق 4 مليار و900 تقريبا 5 ديال المليار، يلا يمكن لك في الصيانة لأنك تدير الطرق السريعة والقناطير يمكن لك تدير 2000 كيلومتر سنويا وانت عندك خصاص بالعشرات الآلاف ديال الكيلومترات. الآن المقاربة الجديدة هو أن خدينا قرض الاتحاد الأوروبي للشبكة المهيكلة، ثم أيضا كنتفاوضوا في قرض آخر 2 مليار باش نديروا الطرق الإقليمية، ثم في البرنامج المستقبلي كنحاولوا ما أمكن الصيانة تأخذ المكانة ديالها. إذا كان الوقت يسمح نتحدث عن الطريق الوطنية كيف كانت وحجم الاستثمارات التي تحصل الآن بمئات الكيلومترات في هذه الطريق الوطنية الجنوب. ولن الحمد لله في البلاد ديالنا لا فرق بين الشمال والجنوب، بلد موحد توزع الاستثمارات حسب البرمجة وحسب الأولويات. طبعا الحال كيمكن أحيانا في منطقة يمشيوا للموانئ ومنطقة أخرى للطرق، مناطق أخرى للسكك، مناطق أخرى للمطارات، مناطق أخرى للفلاحات الصناعة، يعني الأرقام موجودة يمكننا نتكلموا عليها ويمكننا نحدوها. الطريق التي وقعت فيها الحادثة دعوا السادة النواب يكلفوا لجنة يزوروها، ليست سيئة، جيدة. هذه النقطة الأولى التي وقعت فيها الحادثة. في 5 سنوات هذا المقطع وقعت فيه قتل واحد، في 5 سنوات هذا المقطع، هذا المقطع مرة واحدة وقعت حادثة. ما لما جت هذه الحكومة 2012 ومنطق حقوق الإنسان بما فيه الإنسان يتنقل كان منذ 15 سنة لما كان البعض في الحكومات. طريقة لما جت الحكومة لقت فيها 6 ديال الكيلومتر 6 الأمطار ضيقة، رغم أن في غالبتها جيدة. الحكومة استثمرت مئات الكيلومترات، نعطيها لكم بالأرقام، أنجز 165 كيلومتر، طور الإنجاز 113 كيلومتر، الصفقات المعلن عنها الآن 230 كيلومتر، المبرمجة 154 كيلومتر. في 1800 كيلومتر الحكومة ستنجز أكثر من النصف ما لم ينجز منه فيما سبق. وشكراً.